السلام عليكم. اليوم باش نخدم ريزوليسيون ديكواسيون دو ديغري 3. ديما عندنا تقريبا 80% من الخدمه ولا ريزوليسيون ديكواسيون دو ديغري 3 تستند على ريزوليسيون ديكواسيون دو ديغري 2. الديفيرونس الوحيد اللي نحن باش نخرجوا سوليسيون بارتيكولي باهي سوليسيون بارتيكولي بار اكزومبل عندك زد 0 سوليسيون بارتيكولي دونك الاف دو زد 0 يقال 0 ينجم يعطيك هو السوليسيون ويقول لك فيريفي لي اف دو زد 0 يقال 0 دونك هذه سوليسيون بارتيكولي شتجي من بعد تعمل تاخذ الاف دو زد يقال زد موا سوليسيون بارتيكولي اللي عندك فوا شي يبقى لنا تبقى ايكواسيون دو ديغري 2 اللي هي ا زد كاري بلس بي زد بلس سي شبقى لنا تبقى من بعد تعمل ريزوليسيون ديكواسيون دو ديغري 2 باهي باش نجي نفهمكم حاجه. ديما عندنا تقريبا في اغلبيه لي زيكزرسيس عندنا دوكا يا اما يعطيك السوليسيون يقول لك فيريفي لي اف دو زد 0 يقال 0 وبعد يقول لك ريزودرو ليكواسيون والا يقول لك بار اكزومبل اللي راهي عندنا سوليسيون بارتيكولي ريال ولا ايماجينير بيور تولي انت تخرجها السوليسيون في الكا اللي عندك. اليوم باش نخدم لكم دوكا باش نخدم لكم الكا الاول اللي باش نخدموه ليكزامبل الاول هذا اللي تبدا عندنا سوليسيون بارتيكولي يعطيها لك والكا الثانيه كي تبدا يا اما ريال يا اما ايماجينير بيور. باه باش نجيو نخدموا اول اكزامبل. اول اكزامبل عندنا خذ لك الاف دو زد ايغال زد على بوسونس 3 بلس 2 بلس 2 زي زد كاري بلس 2 بلس اي زد بلس 3 بلس اي زد دون سي. اول كيسيون فيريفي لي اف دو اي ايغال 0 دونك الاي راهي سوليسيون بارتيكولي دونك اف دو اي نجي نعوضو الاي عندك اي على بوسونس 3 بلس 2 بلس 2 زي فوا الاي كاري بلس 2 بلس اي فوا اي بلس 3 بلس اي ايغال عن الاي على بوسونس 3 هي موا اي خطرة اي كاري فوا اي والاي كاري هي موان زان ودونك اذا كان الاي كاري موان زان دونك انا باش نجينا موان 2 موان 2 زي بلس 2 زي موان زان بلس 3 بلس اي نجو نجمعو لي زي وحدهم ولي ريال واحد نجو نجمعو لي ريال عندي موان 2 عندي موان زان وعندي 3 دونك 0 بلس عندي موان زي موان 2 زي دونك موان 3 زي وعندي 2 زي و اي دونك اي فوا 0 يقال 0 واضح دونك الاف دو اي يقال 0 دونك الاي سوليسيون بارتيكولي. نجو هنا تقريبا بعد يقولك اون دودوير الكيسيون ثاني اون دودوير لسوليسيون دونسي دي ليكواسيون اف دو زد يقال 0 باش نجو نحنا اول حاجة نخرجو البولينوم دي ديغري 2 مش البولينوم يعني ليكواسيون دي ديغري 2 ناخذ زد موان زد 0 كما حكينا اللي هي الاي فوا ا زد كاري بلس بي زد بلس سي باش نخرج الا والبي والسي. فما فازا نعطيها لكم شدها عندكم اذا كان عندي في البولينوم دي ديغري 3 هنا الكوفيسيون لحدا زد على بويسونس 3 1 دونك ديريكت هنا نجي الا راهي ايغال 1 واضح دونك جينا زد موان اي فوا زد كاري بلس بي زد بلس سي دونك تبقى انا باش نخرجو البي والسي ننشرو من بعد بار ايدونتيفيكاسيون دونك زد على بوسونس 3 بلس بي زد كاري بلس سي زد موان اي زد كاري موان اي بي زد موان اي سي إيجال زد على بوسونس 3 بلس شنو هما الكوفيسيون حدا زد كاري عندنا البي والموان اي بي موان اي زد كاري شنو هما الكوفيسيون حدا زد بلس سي موان اي بي زد موان اي سي. بعد نجو هنا بار ايدونتيفيكاسيون par identification de l'équation là ou là je peux s'en aller on dit le b moins i nous avons
لي نمبر كومبلكس اللي مضروب في الزد كاري شنو هو؟ هو دو بلس دو زي. وعندنا سي موا اي بي، شنو المضروب في الزد؟ اللي هو دو بلس اي. واخر حاجة عندنا الموا اي سي ايجالا تروا بلس اي. من ليكواسيون الاولى باش نخرجو البي، بي ايجالا دو بلس تروا اي. ومن ليكواسيون الثالثة باش نخرجو سي، السي ايجالا تروا بلس اي سير موا اي. دونك قرينا قبل في الفيديو الاول حكينا على الفورم الجبريك، باش نحولها سو فورم الجبريك. دونك نضربو في الكونجيغي دو موا اي اللي هو الاي، دونك باش تجينا تروا اي موان زان. واضح هيك السي. وليكواسيون هذه الثانيه تعمل بها فيريفيكاسيون، تعوض البي و سي و تشوف اسكو السوليسيون اللي خرجتهم صح ولا لا. باه طريقة وين وصلنا؟ وصلنا خرجنا اللي الاف دو زاد ايجال، اف دو زاد ايجال زاد موا اي فوا البولينوم اللي دي ديجري دو اللي حكينا عليه زاد كاري بلس البي اللي هي دو بلس تروا اي زاد بلس السي اللي هي تروا اي موان زان. واضح ولا؟ دونك باش نعملو ريزوليسيون دي ليكواسيون، اف دو زاد ايكال زيرو يكيفو زاد ايكال اي او زاد كاري بلس دو بلس تروا اي زد بلس تروا اي موان زان يقال زيرو. دونك في الكا هذية دونك عندنا ايكواسيون دو ديجري دو باش نخرجو الدلتا تاعها، دلتا يقال البي او كاري اللي هي دو بلس تروا اي كاري موان كاتر افي سي، دونك موان كاتر تروا اي موان زان. نكالكلو الدلتا عندنا كاتر وعندنا موا نوف هكا ولا دوك باش تجينا موا سانك، وعندنا سيس دوز بلس دوز اي موا دوز اي بلس كاتر دونك ايكالا موان زان ايكالا موان زان. هيك الدلتا. دونك البيتي دلتا شنيا؟ البيتي دلتا هي الاي، فهموني؟ نجو نخرجو دونك زد ان و زد دو اللي عنا لي سوليسيون. زد ان هي موان بي، موان بي هي موان دو موان تروا اي، موان بيتي دلتا اللي هي موان اي سير دو زا اللي هي سير دو ايكالا موان دو موان كاتر اي، دونك موان زان موان دو اي. هاكي السوليسيون الاولى. السوليسيون الثانية زد دو ايكالا موان بي كيف كيف، مي هنا بلس بيتي دلتا سير دو اللي هي ايكالا موان زان موان اي. دونك اس دون سي تحط لي سوليسيون اللي عندك، اي موان زان موان زي وموان زان موان دو زي. واضح ولا؟ لكن لاحظتوا أغلبية الخدمة في ليكواسيون دو ديجري دو. واضح ولا؟ إذا كان أنت فاهم كيفاش تخدم ليكواسيون دو ديجري دو الباقي الكل سهل، خاطر السوليسيون بارتيكولي باش يعطيها لك.